السلام عليكم البنات، كيداير لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم البنات كما وعدتكم جبتكم عند العطار اللي كناخذ من عنده العطريه اللوازم اللي كنبغي ديال الحلوه داكشي، بغيت نشارك معكم العطريه اللي غناخذ باش نشارك معكم القرع ديال العطريه وديال الزيت اللي خديت. يلا البنات، اول حاجه غادي نبدا بها غناخذ زيت العود اللي لقيته ب 14 مليلتر، حسبوا لي 700 درهم للسطر. البنات كيس هاد السطر 700 درهم. هانتوما البنات بغيت ناخذ تحميره وسكنجبير، عندو داكشي زوين وعندو داكشي نقي. عندو حتى القطاني، ليمو، سيليكون، الشعرية الصينية، ديال أعياد الميلاد، كنور، ديال القشطة الطرية، داكشي كلشي زوين. راه نزيد في العبار انتما البنات، عندو كلشي، عندو القطاني، هاي الطفلة، هاي مع الدولة هنا. عندو التمر، عندو تالي ديال الصحراء وديال الكرباسي، حنا بازلين انا خرجت لبرا هاد العطاره البنات راه كيجي في طريق ديال جي 5. صابو البلدي والغاسول والحنه ديال الحمام تبريمه السواك، هادي الالوان حوي حدو هاكي 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 شوف البنات عندو تا الخروب. اه الخروب هو شحال ديال الكيلو؟ التمر، التمر كبير تبارك الله ما شاء الله. شنو هالا؟
نتوما البنات انا دخلت معكم للدار دابا غادي نغسل هاد القريعات غنشاركهم معكم غسل القرايه ديال العطريه وديال الزيت وديال الملح يلا نتوما البنات معايا دابا هما اللي غنغسلهم بسم الله عشان غزالي لنبناس هاد القريعات كيجو أناقل كيجو فنين البنات أنا درتي دو جافيل ليكيد ديال الصابون هادي اللي بغيت ندير فيها الملح البنات نخليهم يتسقطرو هادو شويه سانسيبل يعني ماشي بحال القراعي ديال العطريه ولكن نحاولو معاهم شفيطه غادي نحط عليها غادي ندير الجنن ونحط الشفيطه تاعي تقطرو ليا زيتها شوية بالماء اكثر كنشاركوا معكم انتم ما كتعرفوا تغسلوا ولا شي حاجه غير انني خاصني نخدم الفيديو ديالي كنبقى بحال هكا حتى نسالي الغسيل نقطعو ليا مزيان ونعاود نزيدكم ونرجع نعقلو كل حاجة ترجع معاها مع بلاصة يلا البنات هانتوما معايا غير مسحو حيت اصلا ما باقي مقيين يعني حيت اول مرة غادي نمسحو صافي هانتوما البنات غادي نبدا نزيف فيهم البنات بلا ما نكثر عليكم الفيديو حتى نرجع معاكم غنسالي نزيفهم ونرجع معاكم البنات دابا غادي نبقى نعمر القرعات ديالي وما تضحكوش ليا على المسطره والمسطره ديال الزيت انا كنمشي على قد الجهد ديالي يعني كاينة غير انا وامي قادينا بعض المرات كدير لي طرو كدير لي حتى السيمانه ونص ديال الزيت يلاه نتوما معايا البنات انا هذا ديجا مخدام من بيم
خدام جمعة بخمسة درهم. حقيقة المعنات ديال الجيم زوينين، واش ديرو بحال هكا باش تعرفو بأن ما يخرجلكم العطرية لا والو. اليوم مبدات مخدمتش هي ديك الطريقة، غادي نديرها بالطريقة هادي. اليوم الفكرة ديال اليوم هاديك العين ديالها صغيرة مدخلش ليا، غنخدمها غير الزيت. هدا البنات خمسة دراهم ديال سكين جبير. ديجا أنا نوريكم كيفاش كنحتفظ إلا كانت عندي العطرية كتيرة، كنديرها في الكونجيلاتور كتبقى مدة طويلة بحال ما جبتيها من عند العطار. هذا الحرارة خمسة درهم حتى هي، أنا كنمشي عليه على قد الجهد ديالك، واحد ولا قد تجيبو ولا قد الجهد ديالك. يلا نبقى بحال هكا حتى نسالي كاع العطرية لي عندي. دابا غادا نمشي للزيت، الزيت غلات البنات بزاف. بسم الله القرعة رقيت الزيت أكثر من السكر. من هنا تعرفوا بأنه مول الحانوت نقصوا العبار. الله يسر يا ربي يسر. هذا المشي ديال الزيت الرومية، المهم هاد القرايه راه كيهزو كتر من السيطرة، يعني هازي. مزيت هادي غندير هنايا التومة، غير غندير بانيكا، يعني معرفش التومة مكتبغيش تغلق، إلا تغلقات كتعرق وتولي خاسرة. غندير بانيكا بين ما خديتي هادي ديال التومة. وهذه البنات غندير فيها الملحة، الملحة البنات كنستعمل هاد. غير شوية زوينين، كتغلطي كتدخل حتى شي حاجه للقرعه.
هانتوما البنات، هنا درت القرفة، الكركم، هنا البزار، هنا الكمون، هنا السودانية أو الحار، هنا التحميرة البنات، البابريكا، هنا البنات درت سادة الدعمة ديال السمان ديال الزعفران ديال التومة، هنا سكنجبير. شوف هدا نبقا نجمعهم عمران البنات كيجيو أنيقين، وفيهم هداك السيبورة لي وريتكم هداك النار في التحت كتعاون لبغيتي فيها شي طريه بلا ما تبقاي تديريها ولا طيب كتطوري كتمشي معايا. هانديوها القنت ديالها وهادو البنات تاهما غديهم بلاصتهم. البنات كيجيو على هاد الشكل هدا، كيجيو رائعين، كيجيو أنيقين البنات، كيجيو فنين. هنا البنات درت التومة ودرت الملح، باقي ان شاء الله غادي نزيد ننظم هادشي ديال التومة على القلاع باش خاصة شبيكة ولا شي حاجة اللي تكون كتنفس، وان شاء الله نزيد قرعات اخرين باش ندير فيهم القطاني والروز وداكشي. البنات اللي عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا باللايك وبالبارطاج، واللي باقا ما تابونات عند قناة وصفات بشرى دخلت ابونات فعل الجرس باش ديما يوصل الجديد ديالي.